بعد اختتام زيارته للكويت والإمارات العربية المتحدة، قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة قطر لمدة يوم واحد، وأجرى خلال هذه الزيارة محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وعقب الاجتماع عقد لافروف مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. أكد الجانبان خلال المؤتمر أهمية حل الأزمة الدبلوماسية في الخليج من خلال الحوار السلمي. قال لافروف إن الجانب الروسي ليس لديه اقتراحات أخرى تختلف عن اقتراحات الولايات المتحدة والكويت، والاقتراح الحالي هو فتح أساس للحوار. وأكد لافروف أن الحوار السلمي ضروري لحل الأزمة، ويجب على الجانبين أن يتوقفا عن إصدار تصريحات معادية. تؤكد روسيا مجددا تأييده لجهود الكويت في الوساطة، وستواصل روسيا تقديم المساعدة الفعالة في حل الأزمة من خلال عملية تنسيق بين الدول المعنية، وتتمسك روسيا بضرورة حل الأزمة في إطار مجلس التعاون الخارجي. وفي سبتمبر سأقوم أيضا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية والأردن بشكل منفصل. قال وزير الخارجية القطري إن الأزمة في قطر لم تتغير حتى الوقت الحاضر، وإن قطر ترحب بجهود الكويت والمجتمع الدولي في التوسط. كان هناك عدة مرات وعدة محاولات من قبل الوسطاء وآخرها أمير الكويت بأن يكون هناك دعوة للحوار غير مشروطة، فلماذا لم يردوا حتى الآن على أمير الكويت؟ فرغم أن دولة قطر صرحت أكثر من 12 مرة لرغبتها بأن تحل هذه الأزمة عن طريق الحوار وأن تكون هناك تسوية وفق مع احترام سيادة الدول واحترام القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، قال محمد إن قطر ترغب في إجراء حوار مباشر مع الدول المعنية، وإن الهدف النهائي للحوار هو رفع الحصار عن قطر. وقال إنه لا ينبغي على الدول المعنية أن تفرض عقوبات على شعب قطر بسبب خلافاتها السياسية. فهناك مشكلة وأزمة كبيرة يجب أن تحل عن طريق بحث لأسباب هذه الأزمة وبحث لما نتج عن هذه الأزمة من آثار على شعبنا. فمسألة الهدف الحوار بالنسبة لدولة قطر هو رفع الحصار عن دولة قطر ووجود تسوية لهذه الأزمة، وليس هدفنا الجلوس على الطاولة بغرض الجلوس على الطاولة.